من المنتظر أن يشهد مجال صناعة السيارات الكهربائية ثورة كبيرة في العالم بعد إعلان شركة البطاريات الصينية كاتل عن نموذج من أول بطارية ستحطم كل الأرقام والتوقعات على مستوى شحن فائق السرعة، قادرة على توفير طاقة للسير ل 400 كيلومتر عند الشحن لمدة 10 دقائق فقط. طفرة نوعية سيشهدها مجال صناعة السيارات الكهربائية في العالم مع إعلان شركة كاتلا الصينية، أكبر شركة مصنعة للبطاريات، عن نموذج من أول بطارية ستحطم كل الأرقام والتوقعات على مستوى شحن فائق السرعة، قادرة على توفير طاقة للسير ل 400 كيلومتر عند الشحن لمدة 10 دقائق. حسب صحيفة إنديبندنت، شركة كاتلا الصينية وصفت بطارية الجديدة من نوع ليثيوم أيون بأنها تقضي على المخاوف بشأن المسافة التي بمقدورها قطعها، وعند الشحن الكامل ستوفر البطارية للسيارة شحنة كافية للسفر لمسافة تزيد عن 700 كيلومتر من دون الحاجة إلى إعادة الشحن. في الوقت الذي كان فيه شحن سيارة الكهرباء يستغرق وقتاً طويلاً نوعاً ما مقارنة بسيارات الوقود. ومن المرتقب بعد إطلاق البطارية الجديدة أن تشهد أسعار السيارات الكهربائية انخفاضاً في السنوات المقبلة، الأمر الذي سيجعلها تحظى بإقبال نسبة كبيرة من قبل الناس عبر العالم. وتخطط شركة كاتل التي كانت الأولى عالمياً في 2022 من حيث إنتاج البطاريات لبدء إنتاج بطاريتها الجديدة في وقت لاحق من العام الجاري. الغريب في الأمر هو أن شركة كاتل الصينية نفسها وفي معرض للسيارات شهر أبريل الماضي من العام الجاري في مدينة شنغهاي كانت قد أعلنت عن بطاريات صالحة للطائرات الكهربائية، لكنها لم ترى النور لحد الآن. العالم المغربي رشيد اليزمي، واللي بيعد من الأسماء البارزة في مجال تطوير بطاريات الليثيوم القابلة للشحن طبعا في العالم، كان له رأي آخر. هو شكك في هذا الاختراع أثناء تصريحه لموقع مجلة روجستر الأمريكية المتخصصة في أخبار التكنولوجي، وقال فيها: ما يجب فعله الآن هو أن نطلب من كاتل مشاركة بيانات الاختبارات بما في ذلك أداء درجات الحرارة العالية والمنخفضة وطاقة الدورة والتقويم وقت الشحن، بالإضافة إلى بيانات السلامة والتكاليف. أضاف أيضا في تصريحات له أنه سننتظر أولا لنعرف ما إذا كانت بطارية كاتل الجديدة ستعمل في سيارات كهربائية أخرى قبل التفكير في الطائرات. من خلال هذه التصريحات اللي أطلقها العالم المغربي رشيد اليزمي والمتخصصة في اختراع وتطوير بطاريات الليثيوم، من حقنا أن نطرح الأسئلة التالية: هل هذا الإعلان عن أنواع بطاريات بمميزات عالية هو نوع من البروباغندا اللي أضحت بتستعملها شركات صينية زي شركة كاتل لمنافسة نظيراتها في العالم؟ إذا كانت البطارية اللي أعلنت عنها كاتل شهر أبريل الماضي كونها ستكون صالحة للطائرات الكهربائية ولم يظهر لها أثر سوى الإعلان عنها بمعرض شنغهاي للسيارات خلال هذا العام، ماذا سيكون مآل هذه البطارية الجديدة واللي هتشكل علامة فارقة في عالم السيارات الكهربائية وتسويقها في العالم؟